كنحتفيو بتقديم وبتوقيع كتاب عبد الحليم حافظ حكايات مغربية. هذا الكتاب الذي حاولت من خلاله أن أوثق لمرور الفنان عبد الحليم حافظ لمروره من المغرب، خاصة السنوات التي ربطته بالمغرب منذ بداية الستينات إلى حين رحيله سنة 1977. حاولت في هذا الكتاب أن أتعقب جميع القصص والحكايات وطبيعة العلاقة التي ربطت عبد الحليم حافظ بالمغرب، وهي لم تكن علاقة يعني علاقة عادية لفنان عربي يزور بلد عربي ويقدم به إنتاجه الفني، بل هذه الحكايات انطوت على تفاصيل إنسانية عميقة جدا، خاصة في علاقته بالملك الراحل الحسن الثاني وكذلك بالفنانين المغاربة ومختلف طبقات وشرائح الشعب المغربي الذي ارتبط وجدانيا بهذا الفنان، مثلما ارتبط بهذا الفنان الشيء الذي يعكسه منجزه الفني والغنائي الذي خص به المغرب. تجاوزت عدد الأغاني التي غنى عن المغرب 10 أغاني. حاولت في هذا الكتاب كذلك أن أعتمد على مادة وثائقية بالدرجة الأولى على أرشيف الصحافة المغربية والعربية والدولية آنذاك، كذلك مذكرات والمختلف الكتابات التي وثقت لسيرة عبد الحليم، وحاولت أن أرصد فيها الجوانب المتعلقة بالمغرب، لأنه الكتابة عن فنان عربي بطبيعة الحال مسألة المفروض أنه نعطيها طابع خصوصي نميزها عن بقية الكتابات التي تناولت سيرة عبد الحليم حافظ، ولذلك كانت زاوية المعالجة محددة في علاقته بالمغرب فقط. على مستوى ترويج الكتاب عربيا، الكتاب صدر عن دار نشر سليكي أخوين، وأتيحت وعبر هذا دار النشر تم عرض الكتاب في مجموعة من المعارض الدولية خاصة بالشارقة وأبو ظبي والقاهرة وكذلك إسطنبول، فضلا عن المعرض الدولي للكتاب والنشر في الرباط، وكان هناك احتكاك للقراء مع هذا الكتاب الذي أتمنى أن يقدم إضافة نوعية في مسار البحث والتوثيق الفني المغربي والعربي في المغرب. الحكاية المشهورة اللي تربط عبد الحليم حافظ بالمغرب وهي محاصرة انقلابي صغيرات لعبد الحليم حافظ، هي بطبيعة الحال حكاية مشهورة، ولكن الجانب الذي لم يتر في هذه الحكاية هو أن عبد الحليم نجا من الموت بأعجوبة. في هذا الكتاب حاولت أن أرصد بعض التفاصيل الدقيقة في واقعة لحظة السيطرة على لحظة فرار عبد الحليم من الإذاعة في منتصف الليل، رفقة مهندس صوت كان آنذاك معه، كانوا خارجين كيزحفوا على بطونهم، فمجرد ما هذاك المهندس الصوت رفع راسه باش يغير يستطلع الوضع، جاته رصاصه في العنق ديالو، لدرجه ان عبد الحليم هو اللي احتضر بين يديه، هو اللي تكلف بانه شهد بين يديه هذا وتوفى. وهذه الواقعه نادرا ما تمت الاشاره اليها، بمعنى انه لحظه يعني نجاته من الموت باعجوبه لم تقتصر فقط على تهديدات الارهابيين، بل الرصاص اختطف رفيقه الذي كان يلازمه لحظه الفرار من الاذاعه بعد سيطره انقلابيين عليها.